عاملين ايه؟ كويسين؟ النهارده ان شاء الله حلقتنا حلوه بقى فيها كده روايح العيد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت العيد، بس انتم طيبين. هنعمله بطريقه بسيطه جدا جدا وسهله. هنقول كده كل الخطوات اللي هتخلي معانا البسكوت يبقى فظيع، وهنعمل كمان وصفه سهله وسريعه كده كلها كده في حله واحده بسرعه بقى المطبخ بتاعنا كده، ونشوف هنبدا بايه الاول، عشان احنا النهارده كده عايزين نبين خطوات كل حاجه، خصوصا البسكوت علشان حواراته كتير شويه ومشاكله كتير شويه. فانا عايزه ابدا معاكم بسرعه النهارده. قبل ما نبدا خلوني افكركم بالارقام بتاعتنا 0900 900 من اي تليفون ارضي، او 2600 من اي موبايل. ويلا بينا نبدا. هننزل باول وصفه معانا، المقادير هتنزل دلوقتي، هي مكرونه بالصلصه واللحمه المفرومه. يلا بينا. عندي باكت مكرونه بالصلصه من زرزور، ربع كيلو من اللحمه المفرومه المتعصجه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، نص لتر عصير طماطم، معلقتين كبار من الصلصه، معلقه صغيره من السكر، وملح وفلفل اسود وبس. على كده الصوت عالي ليه كده؟ المقادير سهلة وبسيطة، ما فيهاش أي حاجة مستخدمة النهاردة في الوصفة بتاعتي. مكرونة بالصلصة من زرزور، ده منتج سهل سريع التحضير، ما فيهوش أي حاجة. الطريقة بتاعته مكتوبة على الباكت من ورا، كل حاجة مكتوبة عبارة عن إيه. أول حاجة أنا بس خلوني كده أفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، الباكت كده بالشكل ده. عندي مية بتغلي على النار، كل باكت كامل بياخد حوالي 6 كوبايات من المية المغلية، والطريقة زي ما قلتلكو مكتوبة ورا. طيب مكرونة بشوية كده من فول الصويا، اتكلمت معاكو قبل كده عن حوار فول الصويا. فول الصويا علشان يبقى حاجة صحية وحاجة ان احنا ناكلها كده باطمئنان، لازم نلتزم بالمعدل بتاعه اللي هو 75 جرام لكل شخص بالغ، ما نكترش عن كده. بيكون بديل البروتين، اخواتنا الاقباط، الناس النباتية اللي مش بتاكل لحمة او فراخ، ده بديل حلو قوي للناس دي. خلاص. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ياخد الباكت بتاعي، ويلا بينا كده نروح للمية اللي بتغلي على النار اهو. هنزل بالشكل ده، بسم الله، 6 كوبايات مية. خلاص المية بتغلي، هنحط الباكت على 6 كوبايات، وزي ما قلتلكوا الطريقة مكتوبة على الباكت من ورا. هو كده كله بيستوي مع بعضه. هحط كيس التوابل، حابة ان انت تحطيه تمام وتستخدمي التوابل بس بتاعت زرزور، او حابة ان انت ما تحطهوش وتستخدمي التوابل اللي انت بتحبيها، عادي خالص. انا هحط كل حاجة كده علشان انا عايزة كل حاجة تستوي كده مرة واحدة اهو. يلا بينا. طيب هعمل حاجة كده بسيطة كده علشان أزود كده بيها نكهة المكرونة بتاعتي. عندي طاسة أو حلة هنزل بشوية من عصير الطماطم، أنا مش هنزل بكل الكمية، هنزل بحوالي بس 2 كوباية مش أكتر من كده، الكمية دي كتيرة شوية. شوية من معجون الطماطم حوالي 2 كوباية، تمام. وهنعمل ايه بقى؟ رشة من السكر اهو حوالي 1/4 معلقة صغيرة، وتوم مفروم، وهسيب كل الكلام ده يتسبك مع بعضه. طيب انا بس عايزة اعمل حاجة كده معاكم، اخد كده باقي معجون الصلصة اهو، وهسيب بقى الكلام ده كده ياخد غلوة كده ويتسبك مع بعضه. طيب الخليط المكرونة بفول الصويا مع التوابل بيغلي معايا دلوقتي اهو. بعد ما ياخد غلوة كده بنسيبه حوالي الوقت قد ايه؟ تقريبا 12 دقيقة. ده هيبقى شكله اهو، تعالوا كده نشوفه عشان يبقى اوضح شوية. ده هيبقى شكله معانا اهو، باين معانا. طيب بعد ما يعدي 12 دقيقة
المكرونه يبقى شكلها عامل كده مع الفول الصويا. عايزين نكتر الكميه شويه ونزيد ونزود من قيمتها الغذائيه، هنزل بشويه من اللحمه المفرومه المتعصجه. احنا عصجنا كتير قوي مع بعض لحمه مفرومه، 250 جرام لحمه مع 250 جرام بصل وملح وفلفل وقرفه وبس على كده. عايزه اقول لكم ان وصفتي خلاص خلصت كده، تمام. طيب عندك حلين، ان انتي تعملي زي ما انا هعمل كده دلوقتي، بسبك الصلصه زي ما انتوا شايفين ونحطها على المكرونه كده باللحمه المفرومه، او ان هي تتقدم كده عادي خالص. انا ازود كده من الحاجات كده بتاعتها كده والالوان والطعم. وبصوا هنا الصلصه عندي بتغلي اهي، شايفين؟ اخدت غلوه معايا. هجيب الحلة بتاعتي وهنزل بيها كده بالشكل ده، وندي كده تقليبة. وعايزة اقول لكم خلاص الاكلة خلاص خلصت، اكلة سهلة وسريعة التحضير. وعلى فكرة زرزور عندهم انواع تانية، ممكن انتوا تدخلوا على الصفحة بتاعتهم وتشوفوا كل الانواع. الاكلة خلاص خلصت على فكرة، شفتوا السهولة والسرعة؟ سهلة جدا جدا، ما فيهاش أي حاجة. أنا فضيت الباكت بتاع المكرونة كده في مية مغلية، 6 كوبايات من المية، وهنسيبهم 12 دقيقة يتحولوا معانا للمكرونة اللي احنا شفناها دلوقتي. حابة إن أنت تقدميها كده عادي، حابة إن أنت تحطي صلصة زي ما أنا ما عملت، براحتك خالص، تمام؟ طيب نروح لفاصل. طيب انا بس عايزه اعمل حاجه كده علشان استغل الفاصل بتاعي النهارده. زي ما انتم عارفين هنعمل مع بعض ان شاء الله بسكوت العيد. البسكوت بياخد وقت شويه، خطواته بتاخد وقت شويه. قبل ما نروح لفاصل هقول لكم هعمل ايه بالظبط. انا عندي سمنه، مش هقول لكم مقادير ولا اي حاجه غير لما نرجع. هاخد السمنه بتاعتي مع السكر الباودر، هحطهم في العجان وهضرب لغايه ما نروح لفاصل. يلا بينا بقى نروح لفاصل وهرجع لكم تاني، يلا بينا. رجعت لكم بعد الفاصل. انا خدتكم كده بسرعه كده وكروتكم، انا عارفه. بصوا بسكوت العيد او البسكوت يعني اللي احنا بنعمله في العيد دايما، سواء نشادر او بسكوت بالسمنه او بسكوت بالزبده، هو بسيط قوي بس لو عرفنا فيه خطوات. انا ممكن انا اعمل معاكم الخطوات عادي خالص وبسهوله قوي ان انتوا تفتحوا كده اي وصفه وتشوفوا الخطوات، لكن ضروري قوي ان احنا نعرف فيه كام حاجه يا جماعه كده علشان يطلع معانا بسكوت حلو. طيب اول حاجه انا مستخدمه النهارده بسكوت بالسمنه بديله كده للزبده. الزبده سعرها غالي شويه، فحبيت ان انا اعمل لكم البسكوت النهارده بالسمنه. السمنه تبقى ساقعه مش دايبه، السمنه ساقعه مش دايبه، نطلعها من التلاجة زي ما انتم شفتوا هي ماسكه نفسها. دايبه مش هتدي معاكي نتيجه اصلا للبسكوت. السكر يكون سكر باودر، يفضل ان هو يكون جاهز، بيكون مختلف عن اللي احنا بنشتريه، او سوري بيكون مختلف عن لو احنا طحناه في البيت ونخلناه. خلاص انا قبل الفاصل قلت لكم ان انا هضربهم مع بعض علشان الخطوه دي بتاخد وقت مش قليل، حوالي 5 دقائق، تمام. انا هشغل، وانا بشغل هنزل بحبتين من البيض. البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ مش ساقع، هنطلعه من التلاجة ياخد درجة حرارة المطبخ. اه نسيت اقول المقادير معلش، نطلعه من التلاجة ياخد درجة حرارة المطبخ وبعدين نستخدمه. ما ينفعش ابدا ان هو يكون ساقع. لما السكر مع السمنة وصل معايا للقوام الكريمي ده، انا مش عارفة هو باين ولا لا، يا ريت كده لو يبان. حاضر. خلاص لما يوصل معايا كده للقوام ده هعمل ايه بقى؟ استنوا بس، كبير قوي العجان ده. عندي بيضتين، هنزل بالبيضه الاولى استنى لغايه ما تختفي تماما وبعد كده انزل بالثانيه. ما ينفعش ان انا انزل بالبيض كله مره واحده، هتلاقي ان هو فصل معاكي. خلاص يلا بينا، بسم الله. يبقى كوبايه من السمنه اللي هي 200 جرام وكوبايه واحده من السكر الباودر، ضربت لغايه ما وصل معايا للقوام الكريمي. عندي بيضتين، هنزل بالبيضه الاولى
وانا بضرب هنزل بفانيليا. ضروري ضروري خطوه لازم نعملها اجباري ان احنا نشيل العجان خالص، سواء عجان او مضرب لازم ننزل اللي على الجوانب. شايفين الجوانب اصلا ما اتضربش اهو، وخصوصا خصوصا لو الكميه قليله زي اللي انا عاملاها كده، فهنلاقي صعوبه شويه. كمان العجان ما شاء الله اوفر، يعني هو كبير بافوره، فهنلاقي ايه الموضوع يعني بايخ شويه. لازم كل شويه ننزل الحاجات الموجوده على الجوانب ونكمل ضرب. انا هضرب تاني كده شويه وهنزل بالفانيليا. الدقيق، الدقيق قد ايه بقى؟ 4 كوبايات الا معلقه كبيره من الدقيق. 4 كوبايات الا معلقه كبيره. هل المعلقه كبيره هتفرق؟ اه هتفرق. احنا البسكوت انا مش راضي اقول لكم كمان ان هو بالجرامات، انا وزن لكم بعد الجرام تقريبا بالكوبايه. 4 كوبايات الا معلقه كبيره من الدقيق، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، حاجه بسيطه قوي، لان احنا باقي الهشاشه بتاع البسكوت هيجي من الضرب اللي احنا بنضربه. فانا عندي الدقيق هنزل، دي طبعا دي كتيرة قوي مش ربع معلقة ابدا، فانا هنزل بصوا حاجة بسيطة قوي كده، بس دي كمية كبيرة شوية، ربع معلقة صغيرة من الملح، وهقلب بالشكل ده. احنا كده بنعمل بسكوت فانيليا خلاص. نخلينا بس ايه يعني خطوة البسكوت الكاكاو نتكلم عليها كده بعد شوية. طيب دقيق بسم الله هنزل بيه كله كده مرة واحدة، وهركب الكف ده كبير قوي قوي يا جماعة. ليه كده؟ احنا ما استخدمناش العجان الصغير ليه؟ كده هدي ضربة التانية وهوقف. طيب وانا بضرب عندي 35 ملي من اللبن، حوالي ربع كوباية او اقل حاجة بسيطة، بما يعادل 6 معالق كبار. هنزل بيهم بس، مش عايزة اضرب تاني، ما تخليش ان العجان يغريكي كده عن الضرب. مجرد ما ننزل بالدقيق انا كده مش عايزه العجان تاني. خلوني بقى كده نتعامل كده احسن في بول، علشان انا بصراحه العجان ده معصبني بقى بصراحه، يعني هو كبير قوي كمان، كبير على الكميه، فايه نخلينا بقى كده نتعامل بايدينا احسن. يلا نقول له بقى شكرا. البايبنج باك او الكيس اللي احنا هنزين بيه، الكيس الحلواني. ايمان، 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 ايمان ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بس انا عايزه مكونات البسكوت. عايزه ايه؟ مكونات البسكوت. حاضر عينيا، حاضر حاضر. ايمان عايزه حاجه تاني؟ لا شكرا. ماشي ايمان، ماشي، كل سنه وانتي طيبه يا ايمان. حاضر. انا يا جماعه ممكن ننزل مكونات البسكوت تاني وانا هقولها لكم. حاضر. العجينه اهي انا هقسمها كده جزئين قد بعض، قسمت العجينه جزئين قد بعض اهو اهو. ماشي، هحط دي كده بالشكل ده
طيب البايبنج باج او الكيس اللي احنا هنزين بيه ليه كده شويه حاجات عايزين نتكلم عليها. بيكون قماش من بره وبيكون من جوه بلاستيك. لو هو قماش من جوه برضو هتلاقي ان الزبده او السمنه خرجت من عجينه البسكوت وهينشف البسكوت معاكي. ضروري ان احنا طول ما احنا شغالين في عجينه البسكوت يبقى الجو بارد، الجو ساقع. لو حسيتي وانت شغاله في البيت ان الجو سخن معاكي دخلي العجينه تهدى شويه في الثلاجه. طيب انا دلوقتي حطيت العجينه، هنيجي نشكل كده من فوق مش هتعرفي ماسكه الكيس ازاي. انا هاجي من الايد دي واضغط كده وهشكل كده بالشكل ده. دي مهمه قوي قوي قوي، ماسكه الكيس الحلواني اهو اهو كده، هقسم بالنص وهفضل اضغط. ويلا بينا كده عملي احسن. يلا الصاج مش هيدهن، الصاج مش هيدهن. معلش خلوني اقولها تاني، مش هينفع. انت هتلاقي ان البسكوت اصلا بتتزحلق معاكي وانت بتشكليها. بسم الله اهو. الشكل ده هتلاقي ان العجينه خلصت. هنزل كده شويه من فوق وهشكل. بصوا ما شاء الله العجينه طريه. طيب وانتي بتشكلي لقيتي ان البسكوت لا ناشف معاكي مش بينزل بسهوله زي دي، يبقى انتي عامله حاجه غلط. ايه الغلط؟ ان انتي مكتره كميه الدقيق في العجينه. الشكل ده تلفي كده عينيا اهو. لو اول مره كده حد هيجي كده يعمل بسكوت، حاضر هيلاقي الموضوع كده رخم، وخصوصا ان الرخامه كتير قوي الفتره دي الحقيقه. فايه رايكم واحنا كده شغالين في التشكيل نروح لفاصل؟ فاصل وارجع لكم تاني. يلا رجعت لكم بعد الفاصل. طيب انا شكلت البسكوت حطيته في فرن سخن، والفرن يكون واخد درجة حرارة 190. ما ندخلش البسكوت والفرن بارد ونستنى لغاية ما يسخن. هيحصل ايه؟ ان الزبدة هتطلع بره البسكوت، لان البسكوت العجينة بتاعته هتسيح. عشان كده انا كنت بقول لكم واحنا شغالين في البيت لاحظنا ان المطبخ سخن او الجو حر، يا تشغلي مروحه او تشتغلي في حته فيها تكييف. ضروري الجو يكون بارد علشان ما ينفعش. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا نشكل صواني البسكوت ونفضل سايبين البسكوت كده على رخامه المطبخ كده بقى واخد بقى براحته، لا ما ينفعش خالص الكلام ده، لان هنلاقي ان الزبده هتطلع بره العجينه. تمام؟ طيب انا دخلت صاج الفرن، هعمل ايه بقى لو انا هعمل بسكوت بالكاكاو؟ انا عندي معلقتين كبار من الكاكاو اهو، هخففهم بايه او هحلهم بايه؟ حوالي 3 معالق كبار من الزيت. حاضر نشيل العجان خالص. لا لا انا هستخدمه. طيب يلا بينا اهو، يلا بينا شويه زيت ونقلب. بصوا احنا بنقلب كده الكاكاو مع الزيت اهو. هشوف احتاج زيت تاني ولا لا. تمام غالبا انا هحتاج تاني، بس برضو مش عايزه اتسرع اهو. جماعه ممكن تبقوا تفكروني بالبسكوت اللي في الفرن بعد اذنكم اهو.
طيب احط شويه تاني عشان بس اجيب اللي على الجوانب ده. نقلب 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 بس. يلا بينا. يلا هعمل ايه بقى؟ هجيب العجان كده وهحط خليط الكاكاو كده مع الزيت على العجينة. طيب ليه ما حطيتش الكاكاو على طول كده على العجينة من غير الزيت؟ هيحبب معاكي ومش هيدوب كويس مع العجينة. لازم ان هو يتحل بحاجة، لا بلبن ولا بمية، بزيت وبس. ايه حاضر. ايه ده البسكوت لحق؟ سلام والله العظيم، يعني انت مش معقولة. شكرا يا استاذ محمد. وهضرب بقى، يلا ضربة واحدة وهقفل على طول. طيب انا ليه وقفت ضرب؟ العجينه قليله قوي على العجان، مش عايزه العجينه تفضل تلف على الفاضي وتاخد كده عجن، لان مش صح ان عجينه البسكوت تفضل كده ايه، تقعد كده تخبط مع نفسها. فانا هكمل بايدي عادي، بس انا بس خلوني كده معلش ممكن ابص على البسكوت اهو. لا فرش معانا ولا شكله اتغير، وما شاء الله محتفظ بالرسمه، بس هو لسه محتاج شويه تاني. هعمل ايه؟ هلفه لفه، هنديله لفة كده ويلا بينا. شايفين ما شاء الله حلو قوي. طيب انا مش عايزه بقى العجان ده، وهتعامل كده بايدي. عايزين يا جماعه البايبنج باك بعد اذنكم؟ ممكن هحط بس العجينه كده في حاجه تقدروا كده ان انتوا تشوفوها. طيب انا مش هعجن، انا مش عايزه اعجن خالص. انا الخطوه دي كمان يفضل ان انتوا ما تعملوهاش، يعني تستخدموا العجان كده زي ما كنا عاملين من شويه، يضرب ضربه والتانيه وتوقفوا. بس انا هضطر كده ان انا اعمل، هخلط كده خلطه بسيطه اهو، عشان بس الكميه قليله على العجان، وعايزين بقى نبدا نشكل. يلا طيب خلوني كده معلش اكلمكم تاني عن الكيس اللي احنا هنزين بيه ده. قماش من بره وبلاستيك من جوه. لو قماش من جوه ومن بره هيحصل ايه وانت بتشكلي؟ ضغطه الايد على العجينه بتاعه البسكوت هتسيح معاكي الزبده او السمنه، الاثنين واحد مش هتفرق، وهتطلع هتلاقي ان هي هتطلع كده من جوانب الكيس، وفي الحاله دي هتلاقي ان العجينه بتنزل بنشفان قوي، والبسكوت هتطلع معاكي ناشفه جدا. قربت. طيب انا بقى عملت ايه؟ لازم لما تيجي تسوي البسكوت الشوكولاته لازم تكوني حاطه معاهم كده بسكوت فانيليا. ليه بقى؟ ليه؟ علشان تعرفي بسكوت الشوكولاته استوى ولا لا. دي اساسيه. حتى لو هتعملي عجينه كده من دماغك، اخلطي كده شويه اي عجينه كده بسيطه قوي، شويه دقيق كده مع ميه، حطيهم مع صاج بسكوت الشوكولاته علشان تعرفي من خلال العجينه البيضة دي استوى ولا لا، بسكوت الشوكولاتة استوى ولا لا. لان البسكوت الشوكولاتة مش بيبان ابدا ابدا، هو خداع جدا على فكرة، مش بيبان خالص ان هو استوى. طب يا جماعة هو كده هيأخر عشان احنا عايزين نشكل. لا 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 لا. طيب تعالوا كده نجرب التيب دي في الكيس ده. لا مش هينفع عشان بصوا دي واسعة. الايه يا استاذ محمود؟ ايه؟ بلبلتين في بعض؟ لا مش هينفع بلبل. طب احنا ممكن نعمل بالتيب دي نجربها. يلا كنت عايزه اشكل. طيب كام واحده؟ هو طيب العجينه، عجينه البسكوت عادي خالص اتعاملي بايدك، مفيش مشكله. ومش هتعرفي ان انت تتحكمي كده بالسباتولا بتاعتك علشان العجينه بتبقى طريه شويه. خلاص
انا هشكل اتنين كده وبعدين نروح لفصل نفس طريقة التشكيل هي هي. طيب يلا بينا نشكل. بسم الله. هاخد كده جزء من العجينة او العجينة كلها يعني مش هتفرق. بصوا بقى همسك الطرف كده اديله تنفيضة اهو ماشي، وهنزل كده شوية من العجينة وهشكل نفس الطريقة بالظبط ونروح لفاصل وانا بشكل. يلا نروح لفاصل وهرجع لكم تاني. بعد الفاصل بصوا ممكن كده يشوفوا البسكوت اللي احنا عملنا العجينه كده على الهوا وشكلناه ما شاء الله. انا عايزاكم تشوفوا البسكوت. بصوا بقى، بصوا البسكوتيه خفيفه، هي مش تقيله خالص وانا شايلاها. ممكن كده اشوفها من تحت. بصوا اللون ما شاء الله باينه. حلوه قوي النقشه زي ما هي، ما اختفتش معانا، ما فرش، ما حصلش اي حاجه خالص اهو. طيب نسيبه يهدى خالص قبل ما نشيله. انا على فكره حطيت بسكوت الشوكولاته كده في الفرن، ان شاء الله نلحق ونطلعه. طيب انا عايزه اكلمكم كده شويه، احنا قدامنا قد ايه يا جماعه؟ بس عشان انا عايزه اقول لهم شويه حاجات. ايه قدامنا قد ايه؟ استحاله. لا لا لا، حلوه قوي. ماشي بصوا، ماشي ممكن اقول لكم المقادير معلش تاني. انا حطيت كوبايه من السمنه اللي هي 200 جرام. الناس الشطار اللي بيتعاملوا بالميزان 200 جرام من السمنه الساقعه مش دايبه، معاهم كوبايه من السكر الباودر 175 جرام من السكر الباودر بيعادل كوبايه. ضربناهم كويس قوي قوي مع بعض لغايه ما بقى فومي معايا. عندي حبتين من البيض طلعتهم من الثلاجه، اخدوا درجه حراره المطبخ، نزلت بالبيضه الاولى ضربت كويس قوي، وبعد كده بالبيضه الثانيه ومعلقه من الفانيليا، 35 مللي من اللبن يطري معايا الدنيا شويه، وبعد كده الدقيق وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر و رشة ملح. ادينا ضربة والتانية ووقفنا. هنشكل المكان يكون بارد، الكيس اللي احنا هنزين بيه يكون قماش من بره وبلاستيك من جوه. السوا هيكون عامل ازاي؟ فرن سخن كويس قوي واخد درجة حرارة 190، شغال من تحت بس. طيب الفرن بتاعك مش بيظبط الحراره، خلاص اخد لون من تحت ولسه من فوق، افتحي الشوايه واقفلي الفرن من تحت. ما ينفعش ان انا اطلع البسكوت يبقى لونه ابيض من فوق، علشان هيطرى معاكي مع الوقت وكمان هيبوظ معاكي بسرعه. لازم يوصل للون ده. الدقيق علشان تطلعي بسكوت كويس يا ريت يا ريت نستخدم دقيق يكون مكتوب عليه خاص للكحك والبسكوت، خاص للكحك والبسكوت. مش عندك خلاص استخدمي دقيق عادي بيكون مكتوب عليه خاص لجميع الاغراض. دي حاجات بسيطه كده، من غيرها هيطلع معاكي البسكوت عادي، بس النقط دي اللي هيطلع معاكي البسكوت اهي. عملته معاكوا في الحلقه كده، طلعنا حاجه بتاع اهي اهو طلع معانا اهو، لا فرش معايا علشان انا ملتزمه بالمقادير بالظبط. ممكن نبص بص على اللي في الفرن، يعني اتمنى ان هو يبقى خلص علشان برضو يشوفوا بسكوت الشوكولاته. بصوا ما شاء الله شكله حلو قوي، ممكن نطلعه اهو زي ما هو، لا فرش ولا كبر ولا انتفخ ولا انفجر ولا كل الكلام اللي احنا بنقول اللي انتوا بتقولوه ده المشاكل. معلش هو البسكوت عادي قوي ان احنا نعمله كده من اول مره، ما ينجحش معانا عادي جدا، هو بس في خطوات كده بسيطه كده لازم ناخد بالنا منها. النهارده عرفنا مع بعض البسكوت ازاي نعمله بالسمنه، السمنه تكون بديله للزبده علشان الزبده يمكن سعرها غالي شويه، اتعمل بالسمنه عادي خالص ما فيهاش اي حاجه خالص. طبعا كل ما السمنه يكون نوعها حلو، كل ما هتديني
بسكوته طعمها حلو. عرفنا ازاي نعمل من نفس العجينه بسكوت الشوكولاته، ما نزودش ابدا الكاكاو على الدقيق. انا خلطت معلقتين كبار من الكاكاو مع 3 معالق كبار من الزيت، خلطتهم كده مع بعض كويس قوي، واديتهم ضربه الثانيه ووقفنا ضربه وكملنا تشكيل عادي. واحنا بنشتغل في البسكوت نكون سراع، ما نقعدش كتير بقى نسيب العجينه على رخامه، ما ينفعش ابدا ابدا. حسينا ان الجو بقى سخن معانا، هندخل العجينه تاخد بروده شويه ونطلع نشكلها. ايه ده، انا زنيت كتير قوي، انا حسيت ان انا انهارت من الكلام. الحلقه خلصت النهارده، يا رب بجد ان انتوا تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا. احنا قدامنا وقت يا جماعه نستنى البسكوت اللي في الفرن. ماشي حاضر، شكرا. ايه ده البركه دي، ايه ده ما شاء الله، احنا نتحسد والله. حبايبي بيحبوني قوي. النهارده زي ما قلت لكم كده عرفنا مع بعض بسكوت العيد. بسكوت الزبده المكونات هي هي، يعني هي برضو بدل السمنه زبده، لكن مع اختلاف المقادير ان شاء الله هنعمله مع بعض برضو سهل وبسيط. وخلوني اقول لكم على حاجه، معلش انا من الناس اللي بفضل بسكوت الزبده، طعم الزبده طعم حلو احلى بصراحه من السمنه، بس طبعا دي بتبقى على حسب رغبتكم. انا حبيت النهارده ان انا اعمل لكم بسكوت بالسمنه علشان الزبده سعرها بقى غالي شويه. ممكن نبص بصه، يلا اوبا اهو. طيب في ناس بتيجي عند المرحله دي وخلاص بتلاقي ان بسكوت الفانيليا اخد لون من تحت، بتطلعه ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان البسكوت طري معاكي، مش هياخد وقته خالص في ان هو مده حفظه تكون طويله، وكمان هيبوظ معاكي. طيب هو لسه شويه بصراحه عشان برضو ما طلعوش وخلاص، بس انا يعني مبسوطه برضو ان انا وريتكم ان البسكوت علشان تكونوا بتجربوه كده وانتم مبسوطين ومرتاحين زي الفل اهو. الحلقه خلصت النهارده، بقى اشوفوا بقى الصاج ده في الكواليس اللي احنا بنصورها بقى، وحركات بقى، انا بحب الحركات قوي. الحلقه خلصت النهارده خلاص، شوفوني في الاعاده بالليل ان شاء الله، وكل يوم بقى في نفس الوقت على الهوا. هتوحشوني، باي باي.